وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النذر هو العبادة أم أن الوفاء بالنذر هو العبادة؟ الوفاء بالنذر هو النذر، النذر ما ينذر الإنسان لغير الله، وإذا نذر لله نذر طاعة يجب عليه الوفاء، لكن أصل النذر عبادة، أصل النذر عبادة، إذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء، إذا نذر المعصية لا يجوز له الوفاء بها. نعم.